مشكل المالية العمومية جاء نتيجة تراكمات متاع السنين اللي فاتوا، وحتى عودة الروح الاقتصاد الحقيقي اللي تحدثت عليها ماهيش كافية باش تصلحه. واليوم مادام ما حليناش مشكل المالية العمومية، مادام المخاوف على الاقتصاد التونسي تبقى قائمة. ومشكل المالية العمومية هذا عنده حل واحد، هو الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الكبرى في عديد من الملفات، أهمها الصناديق الاجتماعية، منظومة الدعم، المؤسسات العمومية. مشكل المالية العمومية هو أنه نسق مصاريف الدولة مرتفع بشكل كبير مقارنة مع الموارد متاحة، يعني الدولة تصرف أكثر من الدخل. وطبيعي بعد فترة هذه الكل أنه الناس تسهلنا، أنتم كحكومة شنو عملتوا في الإصلاحات؟ أولاً هذه أول حكومة طرحت المواضيع هذه على الطاولة بالوضوح التام، وأنا كنت في خطاب 14 جانفي 2017 أعلنت على مجمل الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها. منذ تلك الفترة تكونت فرق عمل حكومية وخدمت وقامت بالتشخيص وعملت تصورات وعطت مقترحات، واليوم الحكومة عندها رؤية واضحة في مسألة إصلاح الصناديق الاجتماعية، ووزعنا لكم مشروع قانون لإصلاح الصناديق، وكذلك رؤية واضحة في مسألة المؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم. والرؤية هذه عرضناها على الشركاء في العديد من المناسبات، وتلقاوها زادة في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي اللي قدمناه لكم اليوم. مال المشكل وين؟ شنو هو المشكل؟ المشكل أنه وقت يتعلق الأمر بالتشخيص تلقى اتفاق بين الجميع، ولكن وقت يجي موعد الإصلاحات الناس كل تقول لك صلح عند الآخرين قبل، وتحضر الفئوية وتحضر القطاعية وتكثر الهجومات على مشاريع الإصلاح، وفي آخر المطاف ما يصير حتى شيء. ولكن اليوم وقفت الزنقة للهرب، حان الوقت للحسم في الملفات هذه، على خاطر بلادنا ما عاش قادرة أنها تتحمل كلفة عدم الإصلاح. وإذا الإصلاح عنده كلفة، فأنا من موقع هذا نجم نقول لكم أن كلفة عدم الإصلاح أغلى برشا وأغلى بكثير.